عقيد حمود السيس، امر مدرسه الاقتصاد الجويه، مهندس تيليميكانيك على الطائرات. مدرسه الاقتصاد الجويه هي مدرسه لتكوين ضباط الصف في المجال التقنيه الخاصه بالطيران لفائده جيش الطيران والهيكل اللي تابع وزاره الدفاع. التكوين نتاعنا فيه زوز مسارات، مسار المؤهلات واللي هو يتم فيه تكوين ضباط صف باش يكونوا تقني تنفيذ بالوحدات الجويه والمصالح كما قلت نتاع جيش الطيران وهيكل من وزاره الدفاع. وعندنا التكوين الثاني، المسار الثاني اللي هو مسار الاجازه واللي هو يخص التكوين في مجال الطيران ومجالات الاعلاميه على غرار الطيارين وميكانيك الطائرات وعديد الاختصاصات الاخرى. نسبة الإناث هي في حدود 30%. القدرات نتاع المدرسة على التكوين هي مرتبطة بالأساس بحاجية جيش الطيران، هي يتم إسناد منح طبقا للقوانين والترتيب المعمول بها في وزارة الدفاع. قداش قيمتها وأصنافها حسب؟ تختلف حسب الترتيب والصنف اللي محددها القانون في الجمهورية. الاختصاصات كما قلت هي اختصاصات تخص مجالة الطيران بالأساس، وكي نحكيو مجالة الطيران دونك الطيارين والمراقبين الجويين وميكانيك الطائرات وإلكترونيات الطائرات والرصد الجوي ومجالات الإعلامية، البرمجة، برمجة الإعلامية، ليريزو الإعلامية، إعلامية التصرف، وعديد الاختصاصات حسب حاجيات وزارة الدفاع وجيش الطيران. التكوين في مجالات الطيران هي تكوين يتطلب تكنولوجيا متطورة، دونك إذا كان يتم التكوين في المجالات هذه بالضروره نحن مواكبين للتكنولوجيا وللتطورات في العالم. الاختصاصات في المجال هذيا هي وزاره الدفاع تكون حسب حاجياتها، وكي نقولوا تكون حسب حاجياتها دونك هي انطلاقا من الوسائل اللي اقتناتها، وفي اقتناء الوسائل بيان سور يتم تكوين الافراد في عديد الاختصاصات اللي هي ربما على المستوى الوطني ماهيش معتمده في مؤسسات اخرى، لكن وزاره الدفاع اعتمدتها هي الاولى ليا وتستعملها في مجالاتها هي في 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 عمليه الصيانه وعمليه الاعتماد نتاع الوسائل نتاعها على غرار التعيير والتعديل. بالنسبه على غرار الوسائل المحموله، اطار التدريس اللي درسوا هما مدرسين قارين تابعين لوزاره الدفاع، وبالطبيعه يتم الاستعانه باساتذه جامعيين اللي هما من المحيط نتاعنا او من وزاره الدفاع.